سلام، انا وصلت بالسرعه دي. ماني توكس. مطار يقدر يستوعب 11000 راكب في الساعه الواحده، لا وكمان يقدر يشغل 79 طياره ركاب في اي وقت ومنتهى السلاسه. مطار ابو ظبي الدولي يستعد لافتتاح مبنى A، احد اكبر مباني المسافرين في العالم، نوفمبر اللي جاي. والمبنى يعتبر نقله كبيره في عالم المطارات لانه حاله استثنائيه، وده بسبب الارقام والتقنيات المرتبطه بيه. يعني مثلا المبنى بيجي على مساحه 742000 متر مربع، وده هيخليه يستقبل 45 مليون مسافر في السنه. ويمكن من اهم مميزات المبنى الجديد تفاصيله المعماريه المبهره، لانه مش بس معلم حضاري في اماره ابو ظبي، ده كمان مبنى مستدام بالكامل من اول المواد المستخدمه في البناء لحد الزجاج الخارجي اللي بيسمح بدخول الضوء الطبيعي للمبنى، فهيقلل من استهلاك الطاقه. المبنى كمان بيعتمد على انظمه متقدمه للتدفئه والتهويه والتكييف علشان يحقق اهداف دوله الامارات في مجال الاستدامه. والاهم من كده هو انه بياكد على التزام مطار ابو ظبي بتخفيض بصمته الكربونيه، وده بيتمثل في تركيب نظام كهروضوئي على سطح موقف السيارات التابع للمبنى الجديد. والنظام ده بيساهم في تحييد حوالي 5300 طن من مكافئ ثاني اكسيد الكربون سنويا. وفي الاخر نقدر نقول ان مبنى المسافرين ايه مش بس هيشجع السياحه اكتر، ده هيعزز مكانه ابو ظبي كمركز عالمي للتجاره والاعمال، لانه ببساطه انجاز كبير لقطاع الطيران في الامارات والعالم.